وسلام العباد الذين اصطفى. ربنا ألهمنا كل رب يعيننا على حسن محبتك والاستقامة على منهج نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر اللي مسنتناولوه اليوم إن شاء الله تعالى خطير جدا، والإسلام وحده هو الذي سبق كل فلسفات العالم في فريق اسمه المنافقون. والمنافقون تجدون تعريفهم محددا في القرآن تحديد لا مثيل له، خاصة سورة المنافقون تبدأ بآيات كاشفة لأحوالهم. هم ناس كفروا ثم آمنوا، ثم كفروا ثم آمنوا، ثم ارتقوا إلى درجة أخرى. ارتقوا يعني بين ظفرين، درجة أخرى هو أن يظهروا الإيمان تقية ويبطنوا الكفر مكرا وعدوانا. وربي سبحانه وتعالى كفهمنا السورة دي بالذات عن طريق من مخاطبته لنبينا عليه الصلاة والسلام، أنه تعجبك أجسادنا، أنا نعرف المنافقين غير ابتلاء كثرة ولا المنافقة نفس الشيء، لكن مع استعراض فتنة لا ابتلاء كثرة الباب وهو سارق ما عنده حتى شيء من الأسلام، ادعك الأسلام من الأسلام إن لم يكن وقيمه في هلاله رحمة الأمين. أما بقية بالدرك الأسلام من الأرض خالدين مخلد أحسبهم ما تعجبك أجسام، وكان الخوش بن مسندة. شما يعني الخوش بن مسندة؟ مفسرين اختلفوا، لكن احنا نجم نحوصلوا أن الخوش مسندة أي زينة كما كان أكل العهد أكل يعطيه في أسوة سيئة لبنات العالم كله شبهوا عليهم كما كان ويا ملا كيف قلت كل لفعة بيعمل وتوري وركيها وتوري جلد على العظام وكذا كذا. نحن طبيا نعرف ان مط هذا اللي يحب يظهر روحه يكون هو فك الحاله هذيك الضعيفه بيولوجيا هي تدمر المخ تحت تاثير يعاس شيطاني. قل هكذا تكوني انثى وهكذا تكوني من في الجنسيه المثليه والعليه بنو صهيون خدموا اليونيسكس باش يعم تم آفة الجنسية المثلية. كان ذكر ما دخل في علاقة جنسية مع أنثى يأتي من دبورها عوره قام عملية جنسية مثلية لكن مع أنثى، لكن هي سألت الأنثى اللي خلقها الأنثى الحقيقة هي وصف بين ضعف السمنة عموما، لأنك تأكل تعيش لا تعيش تأكل. ونعرفوا في الطب الناس اللي ياكلوا بزيت خاصة النساء لأنه عندهم العياذ بالله حساسية بيرفكشنيست، حب الكمال في النظافة في الإتقان، ما تمسليش الجهازات، ما تمسش الآفات، ما تمسش كذا وكذا، وقل واسقع تلهب المرأة وتولي تصدم زائريا. بس والله معقدة، والله فيها شغل كبير، والله فيها تعاسة كبيرة ولا فايدة. اللي يحب المزيد يمشي دار اختصاص ويحاول يبين المختص هذا يبينه بالضبط. هؤلاء منهم أسعد ناس أو أشقى ناس ولا فايدة.
كثرة الكلام. نرجع للنفاق. أحسابهم تعجبك أجسادهم وخطابهم يعجبك الأمور. أجوهم سياسيين تكلموا على سلوة الحكم في انتخابات وحبوا فيها ويقنونها وكذا، ولعبة شيطانية ما دماش انتخابات نزيهة وما دماش بعد عن التحريف وعن فبريكا المفيد. الانتخاب هو حيلة باش يطلع من القمة اللي هو لا قيمة له في ميدان السياسة الرشيدة. البرنسيب بيتر فاعل فيهم، يعني كلما ارتقى الإنسان في تخلفه العلمي وفساده الأخلاقي كلما على شأنه فاو إليه البلال، واللي نموذج يعتبع هو كيف الرئيس ولم يقول كيف كيف حدثك يا ناس بورقيبة لعنة جبتون إلا بأمور بسيطة مثل التعليم الصحة، لأن ما جمش يبقى إذا كان يخدمش بالورقتين روما ما جمش يبقى كذا الناس مزج مجارب ويزجوا صحة من المعتلة وليالة وحيلته في باله مش تنطلي على الأعراض، لكن احنا في القرآن لم تنطلي علينا ولا الأعراض. وهذا فضل الله علينا أن حمانا من هذه العملية السحرية القرية، وبالي عليه بغل أكثر من الآخر زادت خف فيها وخف فيها من عملوا حتى كفروا فساد أخلاقي والرشوة كذب شد الزور والنفاق كله. إذا كانت حب تعرف بالضبط شي يحب برقيبة وبن علي يحبه طبل مطبل ولا منافق، نرجو لنظرة الإسلام للنفاق. قلنا هو كفر هما إيمان، ما كفر هما إيمان. هنا حياة تعطيك تفسير التموج والانتقال من حالة إلى عكسها. البال بيان أو كدو زون كيفون بماذا يعمل هذا؟ لأنه هو مدبر من الداخل عنده حتى علم، هو فيها علم اللي الله موجود، فيها علم الله واحد الله موجود بلا يشك. لو ما مش فلسفة تحترم نفسها تقول القول هذه بثبات ذلك مقنع لأنه الفيلسوف الصحيح اللي احترمه لابد أن ينظر لنفسه وينظر لأشباهه وينظر للتاريخ الصحيح وينظر للكون، وبعد يبدأ في طرح الأسئلة بحذر واعتقاد وبحث عن حلول إن كان بإمكان. غير مريح. إذا ما سنو ما مدبرين مين؟ إيمان من الكفر. إيمان كما قلنا بوجود الله وحدانيته، وكفر ولا كل ينكر هذا الكل ويدخل هنا لا تيس. يعني أنا ما عنديش حتى صلة بفكرة الإله عليه، قال أنا علمت كل شيء واعلم اللي يجي يقول لك انا علمت كل شيء، فاعلم انه اجل الجاهلين. ولا تعص من اهل الجاهلين، اجل الجاهلين هو تعص منه. اذا هذا سبب العالم الاسلامي منذ الفتنه الكبرى كفر من الامويين وانت ماشي حتى الان مو قاعد تتعقد الا عند بعض ظروف كما وقت السادات الجيش نوعا ما كيف راه روحه تنكس عام 67 وكلها على راسه في مصر أرض خاصة في سيناء كلها على راسه. الناس اللي مازالت بقية فيهم من العقلانية قالوا لا فايدة تو نمسح العار هذاك بالرجوع إلى الرحمة.
كان مكان وكانت مجاكة العالمية والتقاء الشرق الغرب يبدو الجيش المصري واتقلبت بعد الأمور ولد أمور أخرى تنفيذيات أخرى وتورطات أخرى وإهانات أخرى في الجيش المصري. أو رجع في الأسئلة الأولى تبقى ناس مغزي إماما الحمد لله صحيح قاعدين كما تقولون في التقية حتى يأب الله بجمعهم ثم بتحويل البلاد ذلك حين عم الفساد إلى القمة قمة الفساد ويضج الناس فريق الجماعة ليك الصارعة تقضي على المفزي في الجيش المصري لأنه ليس بيت والناس كل تعرف خاصة الروس الكبار الروس الخارجة الكبار يعرفون مطلق يعرفون مطلق وتسوا عليهم يتبعوا في أوراق ولهذا هم تجي ضربة السيسي ما يكون هم ولا أول ما يقضى عليه ويمر على رقم تحقيق وبعد يعرضوا للمحاكمة الإسلامية التي تقدم أحرام بقبل لأن النفاق منتشر في الأرض الإسلامية تونس ولا مصر ولا العراق العالم على الشقاق والنفاق طب الناس تبعتك علاش اليوم ضجوا الناس اللي قال رئيس سابق المنظمة بس كانوا معلين الشيء يكونوا تخلى عنه فهموا بالغلط الله يبصروا بالحقيقة عنده نوع من كما تقولت اعتماد على مشروبات الحاج هذا اللي ضعف ديني نكمل نشوف قوة كيف ثم إذا كان نعت كفرة الشعب التونسي بالنفاق لأنه برجيبة وبنعليه فرضوا على الشعب التونسي أن ينسلخوا مما بقي فيهم من أخلاق إسلامية عالية ويتبعوا سيادة الناس على دين الملوكية ولا حقيقة أعطيني بتونس تكون يحب اليوم يشك في روحه هل هو منافق ويسلم لذلك ويصلح روحه ويا مش منافق قل الحمد لله لي أعطاني الدولة قل ويا جرعة شباب رجال أحسن كل مكان في كل زوايا في كل منتديات شباب الرجال قلناها واشباه الرجال خلى اليوم الإناث العاهرات يعطوا على رقبهم وينوم ويلعبوا فيهم ويأخذوا حرام مش يعطيهم ما يحبوا كرجال ولكن اشباه الرجال مروري من العلة الفكرية انه السكس لا المخيلة في الدماغ بقصة تولي بقصة الأمور الكونسبيتور سيريبرو والزورمون وكذا ويخمو في اتجاه السكس في ريمو ديفي موت جنس الريف بل منحرف وهذا يوقع فيه توزغي وهذا يحبه حكماء بن الصهيون في بروتوكولاتهم وفي دمه بقيه ما تبقى من المسلمين عن طريق الجنس وعن طريق الاعلام الخبيث الحدث عن الاعلام الخبيث تونس هي تجد تقول في المقام اللولاني الاعلام الخبيث الى ما راح يمرقون اعطيني اليوم في التطوير مش قاعد يقع بنطق او بدون نطق بإشارة وكيف إشارة فما كان استعراض عاهرة وقيمة تلقى أنثى عند عقل راجع تعجب الرجال حق هذه المرة دي أخين من مليار كربي اللي ما عنده حتى شيء من الفخورة والفخورة والرجال كيكي قال النبي عليه الصلاه والسلام نار تيتولي نساء قبلتكم فبطن الارض خير لكم بعد وهذا حقا تم مثل المنافقين اكثر من مثل خلقوا خدعه ما بيعوه ما هم احرار ولا زوجاتهم من الحرام اعطيني النسبه المئويه يا هؤلاء ويا هؤلاء شكون تونس في القعده يلزم النسبه المئويه
يقع فيها انقلاب. الناس ترجع تعترف كما في الطب النفسي ولا البدن، تعترف اللي عندها امراض تمشي تعروها المختصين واسألوا ذكر كنتم تعلمون ويعلمهم ينظروا نظرة علمية لأنفسهم المريضة سبحان الله. وشو العيش تاني؟ كلنا مرضى، كلنا مغفلين، كلنا جاهلين، والعالم فينا هو من دار الخطوة الأولى. كل عالم أنا مش يكون عالم كما يظنون والمنافقون ليس بعالم. كما أعطيني حتى عالم ستاتستيك إحصائيات، وين العلم هنا اللي يدرسها بالعمق ويرى التلاعب بالأرقام وبعض عملية حسابية أو ديفراسيون صداع أو درشوة، هذا كله بعد من يدعو العلم على الحقيقة ويجب يجيبوك أرقام. انت تقول لي تعب الثياب يعني تعطي الثقة فيها، ولك سأل مؤمن من أهل القرآن وين يوقع اجتماع أو مؤتمر هنا ولا في الخارج ويجدوا هذه الإحصائيات نوقف كلهم أنتم مشكوك فيهم اللي مش تقولوه مردود عليكم. لا بد أن تقولوا نمو البلاد فلانية بالقدر الفلاني، ولا تقولوا النسبة المئوية نتاع المنحرفين في البلاد الفلانية كذا كذا، راهو على باطل. وارجعوا بالقرآن يعلمكم كيف تعلموا أنتم في النفاق أو بغيره خارجين. والحمد لله والسلام على من اتبع الهدى.